ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جانا النهارده بقى ابو محمد هشوي لنا فراخ. هوت من بقول لك محضر الفحم اهو. السلام عليكم ابو محمد. السلام عليكم. وهوريكم بقى ابو محمد الشيف ابو محمد هو اللي هيصور لنا، هو اللي يعمل لكم الفراخ. محميتين اهو. على الله. محميتين ايه؟ محميتين ايه؟ محميتين يعمل حاجه. محميتين اهو. هم طلعتهم على البوتاجاز يا حبيبي اهو. وجاب الفحم. جاب الفحم. حطهم بقى فين؟ دي ماما احنا لايكات نور يا رحيم. منو اعمل بقى اعمل لهم اعمل لهم ازيك اللي بيحب يا جماعه الفراخ المشويه. حط رهيب الفراخ المشويه يا جماعه، بنشويها هنا جميله عن شوي بره، ان احنا اللي متبلها على دينا. بتطلع الغسيل من طلع الغسيل بقى. قلت بقى ايه؟ هواش والفراخ ونغسل جنبه كده شويه الغسيل دول والعلم ولا قاعدين يلعبوا الدنيا ايه الحين منو مش في التليفون لهم. يلا حطوا لايك. انا اه قاعدين لهم حطوا لايك لبابا وماما ومام وحم عسل وحم عسل. حد يلا أبوس أبوس. وهنا أبو محمد ما يخلص يكون إيه؟ شفنا ماما. طبعا حط في أشطف وحط في النشا على طول. تلعبش في الغسيل يلا بيخ. هو يلعب على رحل المية. خلاص هيلعب في المية. لا بيخش الرجل ويطير. انا شايف هوني قاعد. شوف يا حبيبي كده خلاص النهارده سيبك معايا دلوقتي. شوف هو هي قفلت كده حيط الاول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو عشان نزيش والفراغ بتاعتنا ايه. حد بقى فين بتاع ال حد شافها كده؟ يلا حد فراغ وبعدين بقى نحط هنتبلها يا جماعه قبلها بيوم. لازم تتبل قبلها بيوم عشان تبقى طعمها حلو كده. وانت عارفين انا في القناه عندي عامله التتبيله قدامكم كذا مره وتبلتها بقى. قلت ابو محمد اشوان تتبيله جميله ومع الفراخ كده بتبقى احسن من بتاعت بره والله. وعندنا الفراخ لما بنشويها بره ما بنسترخش في اكلها زي ما بنشويها في البيت. انا راح انزل البتاع نشره ومادي انت بفراخ. لا عادي ده سيبها لما بتطيب وبشيلها من راسها. بتطيب وبشيلها بتطيب وبشيلها يا محمد سلطان. حاجه سميه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومزاد متابعين القناه. شيل بقى السمنه هاي بقى يا جماعه. بابا بيشوي الفراخ اهي حلوه ازاي؟ تبقى احسن اه من بتاع المطعم. حته لوحدها بس حياتي. ايه رايكم يا ابو محمد والريحه بقى والدخانه طالعه نازله تحت الشقه اللي تحت خالص. فانت بقى نشر الغسيل وشم الريحه ايه دخان الدخان حتى الحته حلوه. يا رب حبايبي اتفضلك معاك كل دقيقتين يا حبايبي. بنقلب على ايه؟ على الجنب الثاني عشان ايه؟ كله نسوق مع بعض.
اللي بيحب بقى الفراخ المشوية يحط لايك والفراخ في القناة ويفعل الجرس عشان كل الدنيا تسلم. بصوا يا حبايبي اهو خلاص ابو محمد خلص الفراخ اهوت شايفين تحفة يا جماعة. يا رب يا حبايبي اهو متجنبين والله اهو. بصوا يا رايكم مستوية 10 على 10. بسم الله الرحمن الرحيم. شيلها بقى نحطها على المناديل كده اهوت من غير المطبخ. يا رب يا محمد كده ايه؟ محمد ايه رايك؟ احسن. نستاهل لايك ولا ما نستاهلوش؟ نستاهل. لايك يا حبايبي. دي بقى يا حبيبي الريحة أحسن بتاعة المطاعم وأطعم من بتاع المطاعم ياما 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 كمان. يلا يا محمد على أحسن منهم. بصوا يا حبيبي قلبي ابن بقى عملت رز أهو رز أصفر يا جماعة أهوت ماشي عامه جنبي وعملنا سلطة وعمل ومخلل وبتاع كاتشب ومايونيز أبو محمد شغل الفراخ الجميلة بتاعتنا هي طعمها جميل. فيها مكبرة شايفين؟ جميلة. يلا ما تنسوش ايه؟ اشتغل في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام يا حبيبي.